لي طوندونس لي ولاو دابا في اليوتيوب زوينين حسن من شحال هادي ولاو الناس اليوتيوبر عندهم ما يقولوا صراعات ما عندهم حتى معنى غير اللي يجيهم وصافي ما داكشي ما عندوش حتى شي اهميه. الطوندونس المغربي ما فيهش شي حاجه مميزه مؤخرا ولينا كنلاحظوا شي حاجه قليله اللي كيبغيو ينوعوا في المحتوى ولكن داكشي اللي كنشوفو اليوم كنعاودو نشوفو غدا اللي كنشوفو اليوم فضائح هادي كطيب هادي مسمن الخبز والو ما كانش شي محتوى جديد قليل كاينين هادشي ماشي هادف صراحه انا بيني وبينك اش دخل الناس الاخرين وكيشوفو القناه ديالك الا كانت قناه واصله كيشوفوها ناس كبار صغار كيشوفو هاد السبان هذا اش يستافدو منه ما عندهم ما يستافدو والو ماشي هو هذا واحد شويه ماشي بحال فرنسا وكلشي شي ما عرفتش شنو نقول لك مي بيزار بالنسبه لدوك اليوتيوبرز اللي كيدوزو ما بيناتهم في اليوتيوب وكيديروا صداع حمقين هادو كي هذاك شي كلشي على البوز ماشي على شي واش شي حاجه نيتا على البوز يعني كلهم كيقلبوا على البوز اه شي نصيحه لهم شنو ممكن تقول لهم الله يهديهم طوندونس المغربي ولا حامض ونيول هاد الايامات كتبان لينا ديك اسماء بيوتي كتلوح دي فيديو عندها دي بروبليم مع غوستا داكشي كيبقى بيرسونيل يعني شي حاجه شخصيه ما خصهاش تشاركها مع الناس ونفس لي بروبليم كيتعاودوا غير الناس اللي كيكونوا مبدلين يبقاو يخلوا لي بروبليم ديالهم راسهم ما تشاركمش مع الناس حيت داكشي يزيد لها في مشاكل اكثر البوز يديروا البوز بشي حاجه اللي زوينه اللي تفيد الناس ماشي بالمدابزه باش تطلع الطوندونس ضعيف بزاف خصوصا هاد الايامات فاش ولا كلشي كيطلع في طوندونس على والو باي طريقه كيدير شي حاجه اللي ما كتنفعش بزاف ديال الحوايج بزاف ديال لي دومين مي كيدوي في كيدوي في اون فيديو بحال هكا وكيطلع وكلشي تيبغى يقلد الاخر اللي وصل بشي حاجه تيبغي يقلدو هادشي اللي كاين في يوتيوب دابا هسه كاينين شي وحدين راه تيعطيوك شي حاجه مفيده وكاينين شي وحدين اللي تيخربقوا شكون اللي كيخربق في النظر تيخربقوا بحال دوك البنات اللي تيوريو الحياه ديالهم الشخصيه لو تخاصمت مع راجلي لو تخاصمت مع امي راجلي بحال مثلا داك نيبا داك اكشوان هادوك غير شي حاجه تيعطيو شي حاجه بديئه